بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نظمت المؤسسة الاستشفائية لطب النساء والتوليد وتحت إشراف مديرية الصحة لولاية سيدي بالعباس يوما تحسيسيا حول فوائد الرضاعة الطبيعية لدى الطفل والأم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، ارتأت المؤسسة الاستشفائية لطب النساء والتوليد لوعشس ماتيرنيتي وتحت إشراف مديرية الصحة، وهذا من أجل إعطاء معلومات وتوضيحات حول فائدة الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضيع وكذا بالنسبة للأم. وتصنف الجزائر في المراتب الأخيرة عالميا من حيث اعتماد الرضاعة من قبل الأمهات، حيث قدرت النسبة ب 6% فقط. إلا أننا نعد مع الدول الأخيرة في العالم فيما يخص الرضاعة الطبيعية. إذا قارنا الرضاعة الطبيعية في الجزائر مع الدول الأخرى، نجد أن دول مثل النرويج الأوروبية، خاصة مثل النرويج والسويد، الآن يصلون حتى 100% تقريبا في الرضاعة الطبيعية، بما لأنه هناك أهمية كبيرة لهذا الحليب، حليب الأم. إذا كما قلنا، وتعد الرضاعة مكسبا طبيعيا وضرورة حتمية للأم والطفل خاصة.